جنبكم دي طبعا كاميرا خفيه. على فكره في ناس عملت ده بجد بقى، في وسيبي لي نفسك خالص. ومع اخر جراحه تجميل عملها لها صارحها باعجابه بيها. طبعا هناك في امريكا لازم ياخد ديتنج، يعني موعد عشاء ويعزمها على العشاء وبتاعه في مكان شيك ومش عارف ايه، ويبدا بقى قصه الحب. وغير فعلا، عمل لها كل اضافات اللي هو شايفها بقت افضل. ديفيد ماتلوك اساسا رياضي، يعني هو جراح لكن مهتم بنفسه. طبعا العضلات دي فيها نسبة جراحة، يعني مش بالظبط، لأنه برضه هو تكوينه ما يعملش السكس باكس دي، فالسكس باكس دي كلها عامل التجميل فيها مهم قوي. العضلات نفسها تكوينها برضه واضح إن التجميل صحابه أو يمكن زمايله في نفس الكلينيك مهتمين هو بيه، لكن هو اهتم بمراته جدا وأجسامها هذا قوام رشيق جدا والشكل المتناسق جدا، وقصة الحب التجميل أضاف لها. بس هو بيقول انه ما حبيتش فيها شكلها بس، انا اللي حببني فيها شخصيتها، انا حبيت شخصيتها في الاساس، لكن انا شايف ان التجميل بيكمل الشخصيه الجميله، ودي حقيقه. النهارده حوار اكيد ممتع جدا واكيد ثري للغايه مع ضيف يتميز بالمهاره والدقه والجمال بقى في الحوار الاعلامي معاه. الصراحه دي اللي تهمني، ما انا عارف الدقه والشطاره، واحنا بننقي ضيوفنا، لكن كمان الصراحه، ما هو في ساعات الحوارات بتبقى دبلوماسيه، ساعات ضيوفي بيبقوا دبلوماسيين، يتكلم الكلام العلمي، لكن ان انا بقى افتح الملفات واقول وما اسكتش على الغلطات، وزي ما بيقولوا ونفضح المفضوح، ده الحوار اللي انا بحبه. النهارده حوار ممتع للغايه مع الاستاذ الدكتور وائل يحيى، استشاري جراحات التجميل، وطبعا صاحب الدكتوراه جراحه التجميل من كليه الطب جامعه عين شمس، وعضو الجمعيه المصريه لجراح التجميل، اسم متميز للغايه. اهلا بك دكتور. اهلا بحضرتك دكتور. الجمال او التجميل بيطفي جمال الشخصيه، صح؟ كتير جدا. لكن الشخصيه السيئه مهما جملت، لا، هو بيعيد الثقه بالنفس طبعا. بيعلي كتير من الثقه بالنفس وبيرجعك تاني فرد في المجتمع. ايه مقاييس الجمال في الجسم؟ مقاييس الجمال الجسم، لو هنتكلم يعني من الوجه واحنا نازلين بقى كده، يعني من الوجه ده، خلينا دايما نتخيل ان انا كل حاجه تبقى موجوده في مكانها بالشكل المثالي ليه. يعني الجفون لو في الوجه مثلا، نقول ان اللي احنا الكورنر ستون البيلر العمود الاساسي بتاعتنا هي منطقه الوجه، ده الوجه الاساسيه بتاعت الوجه دي المفروض موجوده عند العظمه مثلا اللي موجوده عندنا. الدقن تبقى متحدده، الحواجب تبقى في مكانها، مفيش ارتخاء بقى في الجفون والكلام ده، ولا النفخ اللي في الجفون اللي هنا ده كده. احنا بنرجع للوجه المثالي، كبير او صغير، كل واحد فينا يبقى ليه شكل كده، راوند الوش بتاعه، مربع، مدور، سن مثلث، ده اوكي. مفهومنا اتغير كتير جدا الحقيقه في مفهوم المنطقه، الوحدات الجماليه بالذات في منطقه الجزع بالنسبه للرجال وبالنسبه للسيدات. يعني ايه النهارده لما نشوف سيده، النهارده لازم نشوف شكل السيده دي بالظبط كده زي الكمانجه او زي الساعه الرمليه، نبص عليها من قدام زي من الجنب. دي هتبان قوي في التماثيل، يعني في التماثيل مع تطور التماثيل، يعني تماثيل الفراعنه لا ما كنتش هتلاقي حضرتك تتوصف فيها دي، انما في الحضاره اليونانيه والاغريقيه والرومانز والكلام ده كله، لا هتلاقي كل الكلام ده متطور وراه. شكل الجسم بقى، شكل الجسم، الله، انت تحب تشوف شكل الجسم ده. برضو نشوف زي الفيديو اللي حضرتك عرضته كده من الاول، المفروض يبقى انا مفصول تماما منطقه الصدر بالبطن من منطقه بدايه الجنبين دول، دي ادي وحده جماليه، وحده جماليه، وحده جماليه. ما ينفعش ان احنا نشوف حاجه مربعه، ده مش في وصف السيده اصلا خالص. وحبان برضو طبعا في التطور اللبس بتاعها،
مفهوم الوحدات الجمالية بقى غير لنا كتير من التكنيك اللي بيشتغل فيه أثناء العملية. زمان كنا نسمع عن شد البطن بس أو شفط دهون، تقول لحضرتك أنا شفطت دهون من بطني، ما ينفعش النهاردة أشفط دهون من بطني وخلاص. مش مسألة إن أنت بتبيع الشغل بس، هي الوحدة الجمالية كده. الوحدة الجمالية تقول لك إن البطن لها الجنبين معها الحتة بتاعت اللاف هاندلز اللي هي بتاعت الرأس دي، هي الخصر الحزام ده، دي وحدة جمالية واحدة. لو هتعمل حاجة فيها لازم تعمل في الحتة دي كلها. يليها بقى استخدامنا بقى لحقن الدهون اللي هو اللي حضرتك بتقوله بقى النهارده، تناسق الجسم. يعني النهارده احنا في عملياتنا اللي المفروض تتعمل او الاجراء الطبي اللي هيتعمل لجراحه التجميل، مش بس انك تعمل شد بطن، لا انا لازم ارجع ده لتناسق الجسم. انا هبقى عارف النهارده اه هنا في شكوى، لكن احنا شايفين ان احنا لما نعمل ده ومعايا مثلا نقل دهون من والى اي مكان في الجسم بيدي نتيجه مرضيه اكتر للطبيب وللمريض. فهنا لازم ده بقى قصه ان انت ايه نوصل الصوره المثاليه في الاخر، اقرب لل مش للكمال ما نقدرش، استغفر الله العظيم يا رب، لكن اقرب للشكل الجمالي اللي احنا المفروض نشوفه. ان انا النهارده السيده ما ينفعش النهارده يبقى السيده قاعده قدام بطنها اعلى من صدرها، ده ما ينفعش. احنا بنشوف الكلام ده الحقيقه وكتير جدا. احنا كلنا عندنا من مفاهيم غلط لعادات سيئه في الاكل وفي الشرب وعدم الرياضه والكلام ده كله، فنلاقي الكلام ده كله موجود. هبدا من فوق لتحت النهارده في تنسيق القوام او في ناحيه الجسم او التسميات اللي انت تحبها. انا برضو واحنا بنتكلم قول لي التسميات المختلفه. الدراعين، هبدا الاول بالدراعين، بس ايه التسميات المختلفه اللي ممكن تقلل ناحيه الجسم؟ التسميات دي ترعى زي مضاد كده موجود الوان جديده يعني. اه كل شويه ناحيه الديناميكي، ناحيه الديناميكي، ناحيه رباعي الابعاد، الصف قرب، نعمل سيكس باكس، ما نعملش سيكس باكس. في السيدات النهارده الجسم الرياضي، لا الجسم النهارده اللي هو كان زي مثلا كيرفي. الكيرفي شويتين الايرا، لا انا عايز جسمي كيرفي، لا انا عايز جسمي يبان اثليت شويتين. الكلام كله المسميات دي هي حاجه واحده، عباره عن ان احنا شكل الجسم ده بنرجع للستاندرد اللي موجود عندنا فيه. ايه الشكل اللي موجود عندي مثلا في السيده؟ نبدا من مرحله الدراع. الدراع لازم يبقى موجود. لو قلت مثلا الساعد والدراع، احنا هنثبت الساعد. الساعد ده 60% من قطر الدراع، وما بيبقاش فيه اي كيرف في الجلد. الكيرف بقدر يمكن كان كتير جدا من العمليات اللي حضرتك تيجي تشوفها تلاقي ان انت بعد ما تعمل العمليه الدراع اتخن من الساعد. تحس ان انت عامل زي العروسه الخشب، ده مش منطقي. ده احنا كده احنا ده فشل ذريع. اه العمليه على قد هي دي حلوه، الدراع فعلا رفيع، وشكوى السيده ان انا كنت بلبس نص كم مش بعرف البسه او ان دراع اوكي، بس في الاخر الشكل الجمالي احنا فقدناه. فدي النقطه اللي شويه كان بيخوف طول عمرنا الحقيقه. ما بنحبش قوي جرح الدراع اللي هو بالطول اللي هو موصوف ده. الشكل ده وحش جدا الحقيقه، ما عدناش النهارده بنلجأ له كتير. يعني كتير من الحالات النهارده بدأنا ان احنا تجيب معانا نتيجه من غير النقطه دي. بنكتفي بس بان احنا شفط والاجهزه بقى اللي حصل التطور فيها دي، وان احنا نقوم عاملين الجرح اللي هو تحت الباط. ولكن عشان برضه نبقى متفقين، احنا ده لو انا مرحله رابعه من الترهل اللي موجود ده، مفيش جدال فيه، لازم الجرح ده النهارده يتعمل ونشوف بعد كده علاج لقصه الجرح. انما نبقى عارفين ان الجرح ده هو الجرح ده اصلا شكله موصوف، شكله مش حلو. انتقل الى جنب الدراع الى الثدي. امتى صغر الثدي؟ او امتى كبره كمان؟ المحرك الاساسي لينا هنا شكوى المريض. شكوى المريض او البارتنر اللي معاه، يعني هي لو البنوته النهارده بالذات التصغير والكلام ده، تصغير ما بنحبوش قوي قبل الجواز. ما بنحبوش، انما بيبقى في شكل جرح في الاخر موجود. انما التكبير قبل الجواز ده طبيعي، بتقول له كده، بتقول للبارتنر بتاعها، وده كتير جدا بيجي لنا في العياده. لا انا ده انا بعمل ده عشاني وعشانك. يعني في الاخر ده ساين اوف بيوتي، يعني الثدي في حجم ذاته كده ده ساين اوف بيوتي، واحده من علامات الجمال طبعا، الانوثه ما فيهاش جدال. دي نقطه مهمه جدا. فتيجي تعمل القصه دي قبل الجواز، بس احنا ايه ما نجيش نعمل القصه دي قبل الجواز باسبوع 10 ايام. القصه دي بقت مكرره جدا. تقييمك ايه للحشوات دلوقتي؟ الحشوات دي هتفضل موجوده ليوم الدين. يعني الحشوات دي عمرها ما هتتلغي. التطور اللي بيحصل في الحشوات وزي بالظبط حاجه لما تيجي تسمع النهارده، لا انا ده انا عايز احط راوند، عايز احط شكل اناتوميك اللي هو الشكل التشريحي. هل ده مش اختيار المريض، ده اختيار الطبيب خالص. هو المريض مش هيختار لا راوند ولا ده، هو الطبيب هو اللي هيختار. الطبيب بيشتغل بده، انا في الاخر عايز اوصل لنتيجه كويسه. اوكي النتيجه الكويسه دي بقى في ايد الدكتور اللي موجود معانا دي. احنا نقدر نتكلم، المريض بيسال على ثلاث حاجات: شكل الجرح فين، الحشوة هتتحط فوق ولا تحت العضلة، الفوليوم الحجم النهائي. انما نوع الحشوة ايه، نوع الشركة حاجة، والشكل اللي هو يا اما الراوند يا اما اللي هو اليمين او الشمال اللي قدامنا ده. لا ده اختيار الطبيب. الشمال راوند دول على اليمين تشريحي. تشريحي اللي موجود. تشريحي يعني شبه الطبيعي. ما هو الصدر اصله مش نص برتقان. الصدر هو نص كمتراية. اوكي بس في الاخر انا عندي نسيج في الثدي لسه موجود.
يعني ما اقدرش اغفله. يعني الاناتوميكال استخدامه بيبقى كتير عاده ممكن في حاله اعاده البناء او لو الصدر فاضي خالص، ده ساعتها النهارده نقدر نقول التشريح ليه اولويه. مش بنعيب في الناس اللي لا خالص، بالعكس الناس بتستخدمه والنتائج كويسه جدا. احنا في الاخر بنتكلم على الشكل النهائي، ده اللي المريض او المريضه تسال عليه. وان احنا نعرف ننزل الميه والبحر والكلام ده كله، لا ده امر سهل جدا. لو نزلنا بقى على ما تحت الثدي، منطقه الخصر بقى دي نفسها، دي مرتبطه على طول بالمنطقه دي. عاده المريضه اللي تيجي تقول لك انا عملت مثلا شفط بطن، هتحس ان صدرها كبر، تحس ان المؤخره عندها بدا يبقى لها شكل. هو ده من نجاح العمليه، مش ان هي كبرت، لا ان اللي حوالينا صغر. احنا في باصين على جبلين، في جبل منهم نزل فالتاني هيبان اكبر بكتير. هي نسب. القصه بقى هنعملها بقى دي بشفط، هنعملها بشد، هنعمل ده بشفط عادي، شفط كل الاجهزه بقى اللي حضرتك هتسمعها دي، هي في الاخر منها ان احنا نشفط كميات اعلى بنسب امان اعلى بس. لكن احنا ما ينفعش النهارده حد يبقى بطنه قدامه او الست ما ولدت 3-4 مرات والعضلات ضعيفه وتقول لحضرتك لا انا عايز اشفط بالفيزر خالص، ملوش اي لازمه. فعلا ملوش اي لازمه، فعلا ما نحملش، ما نلبسش الجهاز ان هو كانه نزل لنا من السماء، لا خالص. ده جهاز استخدامه موجود في الطب، بيفيد في بعض الحالات، حالات كتير مش بيفيد فيها. اذا بالعكس هتستغرب مثلا ان احنا الشفط بالفيزر هتلاقينا استخدمناه كجراحين تجميل في الرجال اكتر من السيدات. يعني حضرتنا في الرجاله بنعملش، الراجل دايما عضلته كل العضله كويسه فالشفط يفيده جدا. الست العكس، عضله بطنها بتبقى ضعيفه مع الحمل ومع الولاده وكطبيعه، فتلاقينا ان احنا في البطن لازم تتصلح، لازم العضلات تتصلح او تتقوى. هتلاقينا استخدامنا في الفيزر كتير جدا لو في منطقه الدراعات او في منطقه البطن مثلا في الرجال، البطن والثدي مثلا في الرجال. التثدي عند الرجاله اللي فيزر كويس، الفيزر كويس جدا جدا، الفيزر من النتائج الرائعه الرائعه فعلا، من الحاجات اللي موصوفه فيه جدا. لما نيجي عشان نقول في الاخر ان هل الفيزر ده كويس كويس ولا وحش، هو كويس بس عند استخدامه. يعني عند استخدامه بشكل سليم خلاص اوكي. ما عادش في النهارده الحاجات اللي كنا بنسمعها زمان، اول ما طلع الجهاز كان يقول لك ايه حصل لي نسبه حرق، حصلت شويه تجمع، لا الحاجات دي ما عادتش ان شاء الله النهارده موجوده. ولكن هو جهاز تقنيه حديثه بتجيب نتيجه كويسه جدا، بس نبقى برضه فاهمينه امتى انا بستخدمه. يعني هتلاقي حضرتك في النظام يعني في وسط الاعداد كده، ده انا والده مرتين بس انا عايز اشفط بالفيزر. احنا عايزين نوصل ان انا هروح لدكتور اقول له شكوتي، مش هقول له استخدم لي كذا، يعني سيبيه اديله هو ده، هو دارس ده. ايه الكومنت اللي بقى في الاخر عايز تقوله للناس عشان ما ينسوش؟ لان عنوان النهارده بطبعا بصراحتك المعهوده انه في ناس كتير بيضحك عليها من نفسها، مش بسبب ان في نصاب شاطر، لا بسبب ان في طماع خايب. مع حضرتك حلوه دي جدا، الاعلان ده جميل، يعني العنوان ده جميل جدا جدا الحقيقه. يعني انا عايز ايه؟ يعني انا نبقى منطقيين كده، انا بكسب في الشهر 1000 جنيه فجاه هروح اجيب عربيه بمليون جنيه، اكيد هتسجن. انا وزني 120 كيلو، كميه الدهون اللي في جسمي، هو انا ببقى متعمد اغفل المعلومه، متعمدها فعلا. يعني انا ما ينفعش خالص، هتيجي تكلمه بعد شويه كده، ده عمل عمليه مره واتنين وجاي بيقول لك حضرتك النتيجه ما جابتش نتيجه، ويعيب في فلان وفلان، ودول ناس محترمين جدا، بس هي الفكره انا اجبرته ان هو يعمل دي. الحقيقه دي موجوده، اجبرته انه يعمل شفط. يقول لك انا مش عايز اعمل، يقول لك انا مش عايز اعمل تدبيس او تكميم. حضرتك مش هتستفاد، هتقول له كده انت هنشفط الدهون بس في الاخر انت مش هتستفاد، اصل الدهون عندك في مكان تاني مش هنعرف نوصل له بالشفط. اوكي لا اعمل، نعمل كذا، حضرتك مش هتستفاد خلاص مش هعمل. تلاقيه يروح ويجي. الحقيقه في بعض الناس بترضى، ما اقدرش عيب على حد طبعا، بس هي في الاخر بعض الناس بترضى القصه دي على اساس عقد. هو في عقد اتكتب ما بين وائل وما بين ايمن، العقد ده يقول ان انا هشفط الدهون وماليش دعوه بالوزن خلاص. ما تجيش النهارده تشتكي ان وزنك ما نزلش. ضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع في هذا المجال الاستاذ الدكتور وائل يحيى، استشاري جراحات التجميل وصاحب دكتوراه جراحه التجميل من كليه الطب جامعه عين شمس، عضو الجمعيه المصريه لجراحات التجميل. انت بتسعدني سعاده غامره، ووجودك اضافه هائله للناس الحلوه. ربنا يبارك لنا فيك يا دكتور ايمن، تسلم. خليكم دايما مع الناس الحلوه.